قدام حضراتكم دي فضيحه المراهنات الايطاليه بتضرب نيوكاسل. دي من الاخبار السريعه اللي عندنا. الحقيقه ان هيكون نادي نيوكاسل احد اكبر المتضررين في طبعا قضيه المراهنات الايطاليه، كشفتها بعض التقارير الصحفيه مؤخرا وفقا لصحيفه لاجازيتا ديل سبورت الايطاليه. قالت ان ساندرو تونالي، ساندرو تونالي طبعا لاعب نيوكاسل المنتقل من اي سي ميلان هذا الموسم، راهن على مباريات كره القدم، وده انتهاك واضح للماده 24 من قانون العداله الرياضيه. اذا تاكد هذا الاتهام سواء يعني هيكون في عقاب كبير جدا على هذا اللاعب، ممكن يصل الى ايقافه لمده 3 سنوات، ولعيب مميز جدا جدا. صحيفة لاجازيتا دي سبورت قالت انه في حال تعاون تونالي مع السلطات والتوصل الى اتفاق، يعني بالاختصار كده لو اعترف بالذنب ان العقوبة هتقل وهتبقى للنص، تقريبا 18 شهر كمان، عقوبة قوية جدا حوالي سنة ونص سيحرم من اللعب على جميع المستويات. أضافت الجريدة لاجازيتا دي سبورت أنه مش من الواضح حتى الآن إذا كان تونالي قد راهن على مباريات ميلان لما كان بيلعب في طبعا الميلان أم بعد الرحيل عن الميلان. يعني دي نقطة برضو جوهرية شوية، بيقول لك هو لغاية دلوقتي ما اتضحش إذا كان راهن على هذه المباريات يعني أثناء تواجده في إي سي ميلان أو بعد انتقاله لنيو كاسل.